صعوبه بزاف ديال الكتب اللي عندهم مفضلين، ولكن بالنسبه للدراسه ديالو اللي كنت كنهتم دائما مجال ديال العلاقات الدوليه والدبلوماسيه، واحد الكتاب قديم شويه كنكتبو هنري كيسنجر سميتو دبلوماسي. حقيقه هذا ديبون اهتمام، انا مثلا بالنسبه اللي كنتكلموا على الاطفال كنحاول نبدا معاهم بلا بونديسي بعدا باش على الاقل يولفوا القراءه. اما بالنسبه لا شي واحد عنده 20 عام ما عنده مراهقه راه مشكله، هدف هو ان يكون واحد الاهتمام بواحد مجال معين، وحاولوا دائما ندفعوا القراءه ديال الكتب داك المجال، لي رومون مزيانين، لي كتب تاريخيه مهمين، حتى لا بونديسي مهمه، كتب سياسيه عندها واحد طعم يعني خاص. كنحاول نقرا دي ليفر كي بون ينسيوني شويه العمل اليومي. بيان سور جو في فيغ لي رومون، قصص مغربيه ولكن كتخرج من مشاكل الحياه اليوميه. اعتقد ان القراءه هي مبلاصه، ما يمكنش شي حاجه يعني تثبت المكانه ديالها. كيف ما كنقول دائما هي العلاقه مع الكتاب هي واحد اون غولاسيون اموغوز، لان فاش كتبدا واحد الورقه فاش كتفتح الورقه الاولى وكتبدا الا وكتبغي تسالي داك الكتاب، يعني ما يمكنش تبدا حاجه من خلال. فاذا غيكونوا يعني تطورات في مجال ديال التكنولوجيات، ولكن اعتقد ان علاقتنا مع الكتاب ولهذا حنا خصنا نقويوها ليس فقط بهذا المعرض بل باستراتيجيه شامله وهادشي اللي خدامين عليه.